الأرض نمساوي الآن، الكون نمساوي 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 كي مرار عزيز. جول عزيز محمد كابيتان ديكيب كي مارك التعادل 1-1 الدقيقة 90 وفريق النهضة البركانية كيسجل هدف التعادل. الحمد لله الفريق والمجهودات ما مشاتش في خوال خاوي. الحمد لله هدف التعادل 1-1 وكنشكروا حارس يونس كارافينا اللي اكد لي على ان الكره ستكون في شباك الحارس الكونغولي. 1-1 دقيقه 90 و